السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا النصيري يوسف النصيري يعني يعلو فوق الجميع ويسجل هدف، أروع هدف في نهائي السوبر، يعني أمام دفاع من أمام أعين هولاند، أمام أعين غوارديولا، أمام يعني بطل أوروبا نصيري العربي نصيري المغربي، وين يسجل هدف ولا أروع هدف. يعني شاهدنا التحرك كيفاش كان، التوزيع كيفاش، يعني ما بين زوج مدافعين عرف كيفاش يسجل الهدف، يعني عرف كيفاش يحط الهدف يعني في المنطقة، يعني عرف كيفاش يعني طلع تاعو بنت كي طلع صورتو. نصيري اللي يبقى قتال في الكاري 18، كي يكون في الكاري 18 حذاري من نصيري. طيران شركة تاع طيران، والله لا شركة تاع طيران، نصيري شركة تاع طيران. يعني طلع اللي طلعها بين زوج ديفونسيرا، التحرك تاعو كيفاش انطلقت البولة على الجهة اليمنى كيفاش راحت، هو التحرك تاعو يعني كيفاش يزغد، يعني يزغد 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 كيفاش زغد، كيفاش التحرك تاعو من خط وسط الميدان كيفاش انطلق، يعني وعرف كيفاش يسجل الهدف يعني في الدقيقة دقيقة 25، في الدقيقة 25 عرف كيفاش يسجل الهدف. وين باغتها الدفاع، وين نقولوا افضل دفاع في الأندية، يعني في العالم افضل دفاع. با 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 بنتا الله تي بنت كي داير روها فدقه خلاه قاعد يتفرج، ايديرسون هذاك تاع البرازيل خلاه يتفرج، طلع بين واكر ومانويل طلع بيناتهم. قطع قال له راني هنا، قال له عربي كالي راني كالي كسرة تاع الزرع والبن وزيت الحر، قال له حطها قال له وخرا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي بشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.